بعدين ان شاء الله. هنا في أطهر بقاع الأرض المشاهد الإنسانية على مدار 24 ساعة، فهذه مكاتب إرشاد التائهين تعمل دون توقف في تقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، بدءا من استقبال التائهين حتى إرشادهم. نقوم في هذه المكاتب باستقبال التائهين، وهم على نوعين، إما أن يكون هو تائه أو مبلغ عن تائه. بعد استقبالهم نقوم بأخذ بياناتهم ومعلوماتهم وصورهم ونضعها في موقع خاص وننشرها على جميع المكاتب والجهات الشريكة كشرطة الحرم ووزارة الحج والعمرة وغيرهم. ثم بعد ذلك، بعد الحصول على أو العثور على التائه، نقوم بالتواصل مع ذويه أو الحملة المسؤولة عنه للقدوم واستلامه. تتواجد مكاتب إرشاد التائهين في المواقع التي تشهد كثافة في أعداد الزوار داخل الحرم أو في الساحات الخارجية. بالنسبة من لديه تائه في المسجد الحرام يريد أن يبحث عنه أو يبلغ عنه، يتوجه مباشرة إلى هذه الثلاثة مكاتب حتى يكون العثور عليه أسرع، وهي مكتب إرشاد التائه في أجياد، مكتب إرشاد التائه بالقرب من باب الملك فهد، ومكتب إرشاد التائه في القشاشية. تشدد الجهات المعنية على ضرورة وضع الأساور الذكية على يد الأطفال أو كبار السن لحفظ البيانات كالتواصل والسكن، وذلك لتسهيل إعادة التائه إلى وجهته أو أسرته. أحمد علي. زاهر المالكي، الإخبارية، الحرم المكي الشريف.